مؤسسة جوي للسلام تمنح جائزتها لهذا العام للأميرة للا حسناء، جائزة دولية مرموقة تتوج كل سنة الشخصيات المؤثرة مكافأة لعملها من أجل تنمية عالم مستدام يعمه السلام. وارتأت المؤسسة هذه السنة منحها للأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لجهودها في القضايا البيئية وتكريس حياتها خدمة لهذا الهدف النبيل. إنه لمن دواعي شعوري بالتواضع والتشريف على حد سواء للحصول على جائزة جوي للسلام. أنا فخورة لتقاسم هذا التتويج مع شخصيات رفيعة المستوى. تسليم الجائزة بطوكيو كان أيضاً مناسبة جددت فيها الأميرة للا حسناء انخراطها في مجال البيئة، مشددة على أهمية ومركزية هذه القضية. جائزة جوي تمنح منذ سنة 2000 لشخصيات بارزة من أمثال ميخائيل غورباتشوف وبيل غيتس. ويذكر أن مؤسسة جوي انخرطت في شراكة مثمرة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة الأميرة للا حسناء منذ 2014، شراكة أثمرت عن تبادل الخبرات بين المغرب واليابان في مجالات التعليم وحماية البيئة تحديداً. وجرى حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات منتدى بناء عالم الغد اليوم، وتم في إطاره توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الدولية للشباب، وهي المسابقة التي تنافس فيها هذه السنة مرشحون من فئة الأطفال والشباب قدموا من 162 دولة في العالم.